الشيخ محمود علي البنا صوت لا يغيب. في 20 يوليو عام 1985 وقبل 35 عاما من اليوم رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمود علي البنا بجسده وروحه، لكن ظل صوته الذهبي باقيا يشجينا لحنا قرآنيا نستمع إليه في إذاعة القرآن الكريم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعد البنا أحد أعلام التلاوة المصرية وعملاقها، فهو من العشرة الكبار الذين تربعوا على عرش تلاوة القرآن الكريم في مصر. عاش الشيخ البنا نصف قرن من حياته مع القرآن الكريم، فشكل القرآن شخصيته وأكسبه القيم والأخلاق، وسرعان ما ذاعت شهرته بعد التحاقه بالإذاعة المصرية إذ امتدت إلى العالم العربي والإسلامي، فاحتل باجتهاده مكانته بين عمالقة التلاوة وهو أصغرهم عمرا. إن في ولد صاحب الحنجرة الذهبية في 17 من ديسمبر عام 1926 في قرية شبرباس بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكان الابن الأول في أسرته، ونظره والده للقرآن منذ مولده وألحقه بكتاب قريته وهو في سن الخامسة ليتعلم كلام الله. فاعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأتم البنا حفظ القرآن كاملا في عمر العشر سنوات، ثم التحق بعدها بمعهد المنشاوي في مدينة طنطا ليتعلم علوم القرآن. جاء الشيخ البنا إلى القاهرة سنة 1946 لينال إجازة تجويد القرآن من الأزهر الشريف، وشهدت ستينات القرن العشرين ذيوعا وانتشارا كبيرا لشهرة الشيخ البنا، خصوصا بعد ظهور التلفزيون في مصر، إذ انضم إلى كوكبة من قراء الشاشة الصغيرة وبات نجما من نجوم التلاوة في عصره، وعلما من أعلام قراء مصر في زمن شاشة الأبيض والأسود. لا نال الشيخ البنا عن أدائه المتفرد كثيرا من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير في مصر، دول عربية وإسلامية سجل بها المصحف مرتلا ومجودا بالكامل، ليبقى صوته خالدا لا يغيب. فاذكروا الله.